السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصفات جهاز أبل الجديد آيباد ميني: شاشة بقياس 7.9 إنش، لن يكون متوفر بتقنية ريتينا، أبعاد الشاشة 1024x768 بكسل، سعة القرص الصلب 16 و32 و64 جيجا بايت، تمشي الجهاز 7.2 ملم فقط، أنحف بحوالي 23% من آيباد الجديد. وزن آيباد ميني 308 جرام، أخف بحوالي 53% من أحدث جهاز آيباد. سيكون متوفر باللونين الأبيض والأسود، سيكون متوفر بإصدارين بتقنية اتصال واي فاي أو خلوي وواي فاي. وصلة الشاحن الجديد ليتنينج خلفية الآيباد من معدن الألمنيوم. كاميرا أمامية بدقة 720 بكسل للفيديو أو 1.2 ميجا بكسل للصور. كاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بكسل للصور و 1080 بكسل للفيديو. معالج A5، بطارية تدوم لغاية 10 ساعات من الاستعمال. أسعار آيباد ميني: 16 جيجا بايت واي فاي فقط 329 دولار، واي فاي و3G 459 دولار، 32 جيجا بايت واي فاي فقط 429 دولار، واي فاي و3G 559 دولار، 64 جيجا بايت واي فاي فقط 529 دولار، واي فاي و3G 659 دولار. على الرغم من أن حجم الشاشة الأكبر قليلا من الأجهزة المنافسة، ولكن نعومة ملمس الجهاز وتصميمه الرائع يجعله سهل الحمل والاستخدام. سرعة المعالج في الجهاز جيدة للمستخدم العادي الذي يود استخدامه للقراءة والإنترنت، وليس للألعاب ذات الرسومات العالية في الوضوح. واجهة المستخدم مصممة بشكل جيد جدا، عمر البطارية ممتاز حتى مع الاستخدام المجهد. ارتفاع سعر الجهاز مقارنة بباقي المنافسين وافتقار الآيباد ميني لشاشة بتقنية ريتينا أمر محبط جدا، فبنظري هي واحدة من أهم المزايا التي يجب أن تكون في أي جهاز حديث يتم إطلاقه من أبل. وبعض الأحيان سيشعر المستخدم بأن الصور مشوشة بعض الشيء مقارنة بآيباد 4 أو آيفون 5، ويفتقر أيضا لمعالج لاستهلاك قليل الطاقة، بالإضافة لقابلية تكبير سعة التخزين أو بطارية إضافية، ولكن هذا حال كل أجهزة أبل. أهم مزايا الجهاز: تصميم رائع، عمر بطارية طويل، خفيف الوزن وسهل الحمل، سهل الحمل والاستخدام بيد واحدة، نظام تشغيل سهل جدا، واجهة المستخدم بسيطة، تصفح الإنترنت سهل ومميز مع الجهاز، جهاز جيد لمشاهدة الأفلام وسماع الموسيقى، أفضل لقراءة الكتب بسبب حجمه. الكاميرا ليست الأفضل ولكنها تفي بالغرض. مساوئ الجهاز: أصعب قليلا بسبب صغر شاشة اللمس خاصة للكيبورد، سعر أعلى من المنافسين، دقة الشاشة سيئة مقارنة بالآيباد 3 أو 4، خلفية الجهاز سهلة الخدش، لا تزال التحكم بعض الإعدادات الخاصة بالجهاز يعتبر روتينيا ومملا. المعالج قديم نسبيا تقنية العام السابق، ذاكرة 512 ميجا بايت فقط، كباقي أجهزة أبل لا يسمح إلا بمشاهدة ملفات الفيديو ذات اللاحقة MP4 أو M4V. يمكن شراء تطبيقات من متجر البرامج لتشغيل باقي الملفات. قدرته على تشغيل الألعاب ليست بكافية بكفاءة أجهزة أبل الأخرى بسبب المعالج القديم. آيباد ميني جهاز جميل جدا، أنصح الكل باستخدامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.